السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم رح نحكي عن مقام الفرع فزة، تمام؟ رح نحكي عن التسميات اللي كنا عم نحكي عنهم، اللي هم التسميات الفارسية: عشيران ونوا وحسيني ودقا ويكا وجهركا، كله رح نحكي عنه. طيب، الفرع فزة رح أعطيكم بالأول حروفه مثل ما نحن بنعرفهم عشان ما تخربطوه. طبعا هذا المقام ما فيه تشريق للمبتدئين. يبدأ من درجة الصول: صول، لا، سي بيمول، دو، ري، مي بيمول، فا، صول. تمام؟ طيب، عيد لكم اياه على البطيء. هذا المقام يتكون من ثلاث فروع. الفرع الثاني متغير حسب الارتكاز، لكن ما بتغير مفاتيح المقام، بتغير الصيغة السمعية للمستمع، انت بتتحكم فيها هاي، او حسب الاغنية شو موجود فيها الارتكاز، فالنص متغير. طيب، الفرع الاول او الجذع هو نهواند الصول، تمام؟ بعدين بيجيك نهواند من درجة الدو، هلا رح نحكي عن اسمه الثاني. بعدين يجيك درجة جهركا أخذناها وبتكمل. طيب، بالعود والوتريات أو الآلات القديمة أو حسب ما تسمت المفاتيح، في قرارات وفي جوابات. فالمفتاح نفسه أحيانا تلاقي له اسمين، يعني أنا من شوي قلت لكم إنه هذا عشيران، لكن هون اسمه الحسيني، هون اسمها اليكا، يعني هذا نحن عم نعزف فرح فزة من درجة اليكا، لكن هون اسمه نوى. فالامور مشان ما تلخبط عليكم، قلت لكم رح نعمل درس لوحده، بضل بذكركم رح ناخذ فيه التسميات بالتفصيل الممل، بس خلينا هلا رح اعطيكم التسميات للمقام اللي نحن رح عم نشتغل عليه. نحن عم نشتغل على درجة اليكا اللي هي الصول، عشيران اللي هي اللا، عجم عشيران، سي بيمول، الرست وهي الدو، الدقة وهي الري، درجة الكورد وهي المي بيمول، الجهاركا هي فا، تمام؟ وعندنا النوى اللي هي الصول جواب. كمل طبعا هون حسيني ما نحن عملنا فيها. فهو بيبدأ بنهواند صول، يرجع يكمل بنهواند الرست أو نهواند الدو، يرجع يكمل جهاركا، لكن أنت بالنص نحن قلنا نهواند الرست، لكن فينا نعتبره كمان الفرع الثاني. نبدأ من درجة السي بيمول وهي العجم العشيران، يعني الجزء الثاني بيكون عجم عشيران. تمام؟ وكمان فينا نقول الفرع الثاني هو نهواند من درجة الرست. فهي الأمور شوي معقدة، ما بدي أضيعكم فيها. نحن بهمنا نعرف مفاتيح المقام. إذا حدا قال لك قسم لي على الفرح فزة أو هاي الأغنية على الفرح فزة، أنت فورا تعرف إنه هاي مفاتيح الفرح فزة. شكرا لكم. هلا رح أعطيكم وراء مباشرة اليوم، رح أحاول أنزل كذا فيديو، رح نأخذ نفسه لكن فيه مفتاح يختلف، وهو مقام السلطانية كا، أو أعطيكم بهذا الدرس. تكرم عينكم عشان ما أرجع نسجل فيديو تاني. هلأ رح نحكي عن مقام السلطاني يكا. السلطاني يكا هو نفسه الفرح فزة، لكن في فرق شاسع بالجنس الثاني، لأنه بيتألف من جنسين. الجنس الثاني هو حجاز من درجة الري، يعني رح تكون الفا دييز منها جاركا، الفا رح تكون فا دييز، تمام؟ يعني أو حجاز، يعني رح يكون هيك مقام سلطاني يكا. تمام، تغير الجنس الثالث إلى الحجاز من الجاركا للحجاز. Thank you.
تمام؟ مشان ما اعمل فيديوهين يكونوا مفصلين، فاحفظوهم راح اعيد لكم. فرح فزه سلطاني يكا ان شاء الله تكون هاي الدروس عم تنفعكم. هلا ما بتنفعكم بس بالايام الا ما ينذكر هاي الاسماء، وراح تستفيدوا منها وتدعوا لي. شكرا لكم.